الرجل أو المرء مطالب بأن يفعل ما يتقنه، فإذا أتقنت الرقص فارقص. هذا يسأل عن حكم لعب البلوت بعقال أو بدون عقال، أو ما هو أفضل، أيهما أفضل، يقول أيهما أفضل، التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات. إن الرجل أو المرء مطالب بأن يفعل ما يتقنه، فإذا أتقنت الرقص فارقص، وإذا أتقنت التصفيق فصفق، وإذا أتقنت الغناء أيضا فغني معهم، وفقك الله لما يحب ويرضى.